اوكي طيب احنا هلا هون راح نحكي بس عن الميكانيكال بريكنج. الالكتريكال بريكنج افضل. اذا احنا بعنا باي دائما بدنا بالسيستم بدنا ميكانيكال بريكنج او بدنا بريكنج بشكل عام حتى اقدر اعمل ديسيلريشن وستوبنج للسيستم. عادة الالكتريكال بريكنج بنستخدمه زي ما حكينا كفانكشنال بريك لحد ما اوصل اللود اوقفه، والميكانيكال بريك بنستخدمه كامرجنسي او كباركينج بريك. باركينج يعني خلص وقفت ما عندي امرجنسي، بس انا وقفت خلص انتهى السيستم بدي اطفي السيستم لازم يكون في عندي بريك يعمل باركينج. اذا هون الميكانيكال بريك بنستخدمه يا كباركينج بريك يا بستخدمه كامرجنسي بريك. كل السيفتي بريكس لازم تكون سبرينج ابلايد، هو سيفتي فلازم لما بتفصل الكهرباء يكون سبرينج ابلايد، فالسبرينج راح يضغطه والسولينويد راح يفكه. ممكن اعمل له ليفتنج الكتروماجنتيكلي او ممكن اعمل له ليفتنج هيدروليكلي. في هيدروليك بريكس بكون في هيدروليك ثراستر مثلا هيدروليك سيستم هو اللي بيعمل له ليفتنج، وفي زومبرك الزومبرك بحاول يسكره والهيدروليك سيستم بحاول يعمل له ليفتنج. هلا بنشوف صور له. هو بصير ناقص هيك اصلا بصير في مشكله في الامرجنسي ببطل سيفتي. هلا بالسيارات في معكوس طب سيارتك بتطلع بالسياره انت عم تضغط الهيدروليك سيستم، مش انت عم تضغط باجرك عايش تضغط على مالك. الهيدروليك سيستم له فور له تو سيركتس وفور اوتلتس. الفور اوتلتس بروحوا على الاربع عجل، فلما تضغط هيدروليك عماله بيضغط البريكس على هاي وبتقدر تحط قد ما بدك السيستم. السياره كل ما ضغطت اكثر بترفع البريشر تبع الهيدروليك، وفي ماستر سيلندر. الماستر سيلندر انت بتضغط فيه بيطلع منه اربع خطوط. انواع البريكس في عندنا درام بريك اللي رح نحكي عنه، في ديسك بريك، وفي كمان نوعين هدول بخف استعمالهم. الرئيسي الان اللي مستخدم بشكل رئيسي هو ديسك بريك. اذا بتطلع بالسياره اللي عنده خبره منكم بالسيارات لحد الان العجال الاماميه ديسك بريكس والعجال الخلفيه درام بريكس. كمان هذا بيساعد انه بيعمل نوعين مختلفين. اذا معظم المستخدم غالبيه المستخدم الان في عندنا ديسك بريكس وفي درام بريكس. دول المستخدمين الكتروماجنتيك ليفتد وفي هيدروليك ليفتد، طبعا كلهم سبرينج ابلايد. اذا زي ما حكيت كل السيفتي بريكس لازم يكون سبرينج ابلايد، وهذا بيحمي من خطر اللوس اوف باور سبلاي. هذول السلايز نازلين زي ما هم نازلين على بيحمي من خطر الباور سبلاي، او اذا صار عندنا شيء يعني سيتويشن خطر خرب السيستم، صار الكنترول سيستم في خطا معين بالكنترول سيستم بتكبس ستوب سويتش بيعمل ابلكيشن للميكانيكال بريك. طيب نطلع على هذا. هاي عندي هاي الديسك مش درام، هذا ديسك. انا وين عمالي بحط البريكنج؟ بعمل البريكنج هون ديسك ولدد الديسك ديسك. والديسك هذا هاي هون في عندي بنسميهم كاليبر. الكاليبر هاي 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 الكتروماجنتيك ليفتد كاليبر، في بداخلها سبرينج وبداخلها السولونويد. هدول بمسكوا اذا بتشوفوهم مرات مرميين بالشارع بكونوا رامينهم من السيارات، في بتكون باد فيش يكون سيراميك باد. هي هالباد هي هون ومن هون. واذا بتطلع هذا هون بيكون لامع، يعني مش مبين هون، يمكن هون مبين انه لامع لانه هون عم يصير احتكاك ما بين الباد هاي ومين السوفت ماتيريال ومين الهارد ماتيريال. السوفت الهاي اللي بتمسك هاي هي السوفت ماتيريال. هذا مبدا مهم، انا ما بدي اخرب الديسك فوين بحط سوفت ماتيريال؟ هاي سوفت ماتيريال. فلما يصير في احتكاك راح يصير في وير. الوير على اي بيصير؟ المفروض ما ياثر على الديسك، المفروض الوير يصير على هاي القطع. فبعد فتره شو بعمل؟ بغيرها بشيلها وبحط واحده جديده محلها، ما بخرب الديسك. اذا نسيت ابدل هاي شو راح يصير في النهايه؟ راح اضطر انهري لحد ما يجي المعدن على معدن، متل على متل، راح اخرب الديسك. تسمع مرات السياره صوت السياره اذا كان الناس يبدل البريكس بيطلع صوت السياره. هذا طبعا مصيبه لانه صار بدي تبديل ديسك. ديسك مكلف جدا، ما بصير اترك هاي، لازم هاي. هاي طبعا فيها سماكه معينه راح توصل فتره معينه راح ينهر كله هذا، لازم قبل الفترة هاي يكون عملنا ديتكشن عليها. في تنين من هدول، هي واحد هون واحد هون. زي البرشز تاعت الدي سي موتور. زي نفس الفكرة، بدي صيانة، هاي صيانة دورية. مش شيء استثنائي، صيانة دورية، بدنا نضل كل ما يجي يتفقد الهاي بده يطلع على هدول، ينظف الهاي ويطلع يشوف قديش ضايل السماكة. مرات بده ادجستمنت، لازم ينعمل له ادجستمنت بحيث انه يكون ماسك مظبوط على، طبعا ما بصير يكون ماسك عليه هو بلف، لما بدي اعمل لما اعمل ليفتنج لازم في فراغ بينه. الفراغ بينهم بنعيره كمان، كيف بنعير الفراغ بينهم؟ بتعرفوا شو بنحط بينهم؟ شيء اسمه فيلر جيج، ما مر عليكم، هلا بشوف. إذا هاي اللي شفناها هون كانت الكترو ماجنتيكلي
ليفتد ديسك بريك الكتروماجنتيكلي ليفتد لانه في سولينويد. هذا اللي هون الكتروماجنتيكلي ليفتد ديسك بريك. انا هون عندي محركين شغالين. هذا بيصير في السيستمز، في بعض الدرايف سيستمز بنحط محركين، بشغل محرك في الاوقات اللي فيها لو لود، وبعدين لما يزيد اللود على شو بعمل بشغل المحرك الثاني. ايش بيساعدني هذا؟ ليش بيصير ما بيصير مور افشنسي؟ لما يكون عندي اللود منخفض ليش اشغل المحرك الثاني بعد ما بطفي محرك بخلي محرك واحد شغال؟ هدول الاثنين هدول هذا صعب تشوفوه يمكن مش مبين مزبوط. هون في ديسك وهي ديسك، وكل واحد من الديسكس فيه عليه كمان عليه كاليبر. الصوره هون اوضح، بعرفش يمكن هون عشان احنا خفضنا الريزولوشن ولا شايفين هذا عشان نطور. هي هون هي ديسك، هي في هون ديسك وعليه كاليبر. هذا السيلونويد، السيلونويد بيعمل ليفتنج، هي الالكتروماجنتيك ليفتنج. وين الزومبرك؟ مش احنا قلنا في سبرينج ابلايد؟ هذا الزومبرك. كيف بدي اشيء ازيد التورك اللي معطيني اياه الزومبرك او الفورس اللي معطيني اياه الزومبرك؟ شو بدي اعمل؟ بضغط كومبرس. وفي له عيار، هي هذه العيار، هذه هون سم سكرو بتعير هون تقدر تلفه، كل ما لفيته بضغط الزومبرك اكثر، واذا ضغط الزومبرك اكثر شو بصير؟ بوكس لوب، بزيد الفورس. وهذا السيلونويد ايش بده يكون مكون في داخله؟ بكون في كويل عشان يعمل يعني يعمل ليفتنج. هون في فيدباك سبرينج، فيدباك سويتش، مايكرو سويتش. شايفين شكلها كيف؟ بين عندكم صعب كم بين عندكم هون. وهي مايكرو سويتش هون. لما هذا يتحرك شو بيعمل؟ بضرب المايكرو سويتش، فالمايكرو سويتش بيعمل فيدباك انه هذا عمل ليفتنج او لا. عارفين كل شو المايكرو سويتش؟ هلا هذا هون درام، هي درام. هذا هون درام وهي عليه كاليبر من هون، عليه كاليبر من هاي الجهه وكاليبر من الجهه الثانيه. هذا درام بيشتغل على يعني هاي هون هيك، بيشتغل على هاي المنطقه مش الديسك، بيشتغل من هون بيشتغل من هون على هذا الدرام. وهذا طبعا هذا هو كل السلونويد، هي السلونويد تبعه اللي بيعمله الليفتنج. الميكانيزم اعقد شوي. هذا طبعا ضخم، حجمه بصير ضخم، بصير في اشياء. نعم في عليهم زي هيك. بكون وحتى السياره العاديه العجل الخلفي تبع السياره بس من الداخل بكون نفس الشيء بيضغط عليه. يعني اذا بتشوفهم بكونوا لما يبدلهم شكله مش زي الفادر الصغيره، بكون حتى والله كان عندي بالمكتب بعرفش اذا موجود هون شكلها. هي هي هذا هلا بس خلص. هلا بتشوفوا هذا الماتور المحطوط هون في عليه درام تو كاليبرز. هذا هون عندي هاي الدرام، هذا اسمه باند بريك. باند يعني زي الشبر محيط فيه. وفي عليه هون هيدروليك ثرستر، هاي هيدروليك ثرستر. اخذتوا هيدروليك ثرسترز بالهيدروليكس، ماده الهيدروليكس. هيدروليك ثرستر هو بيعمل ليفتنج وفي سبرينج، هاي سبرينج. يعني وين ما عندي سبرينج ابلايد هيدروليك ليفتد لازم يكون في سبرينج، والسبرينج كمان بنعمل له ادجستمنت. دكتور الهيدروليك ثرستر من جوا يعني مش سلندر شيء ثاني؟ انا ما بعرف بالضبط كيف تركيبته الداخليه، بس هو هدف انه اعطيه انا هيدروليك بريشر بحيث انه يعمل يعطيني فورس. سلندر يعني سلندر هلا هذا الباند بريك بيشبه اذا حد عنده خبره منكم بالهاي لما تفك الزيت فلتر الزيت. فلتر الزيت بالسياره تفك تفك فلتر الزيت بالسياره. هاي احد الطرق انك تفكه في هذا شاط، هذا زي شاط بتحطه عليه. هلا هذا بيضغط باتجاه ما بيشتغل باتجاه المعاكس. حتى تفك هذا عمره منكم شاف فلتر زيت؟ الكل بيعرف شو فلتر الزيت. فلتر الزيت بيجي زي اسطوانه هيك وبتتركب فلتر الزيت بالسياره. طبعا كثير من الناس شو بيعمل؟ بيريح حاله بجيب المفك بضربه بالمفك وبعدين بصير يلف بخرب كله بشرشر كل الزيت. الطريقه الصحيحه هاي الطريقه. الطريقة الصحيحة بنحطه حواليه وتشد بتقدر تفكه وتركبه. طبعا بدك تعكس، بدك تعكس حتى تعمل كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز. هذا كمان الدرام وهي هي الكاليبر هاي اللي بتعمل. وهون السلونويد الزومبرك موجود هون. هي هون كمان عندي محركين، طبعا هون عندي محرك اثنين، هذا كلهم داخلين على نفس الجير بوكس. في ممكن احط ثلاثة واربعة. فلما يكون اللود خفيف بنشغل واحد، كلهم داخلين على نفس الجير. على نفس الجير بوكس، بشغل واحد بطفي الثلاثة، بعدين بشغل اثنين، بعدين بشغل ثلاثة، بشغل اربعة.
كل واحد منهم عليه البريك تبعه. هي هذا البريك تبعه درام كمان. بتقول لهم واحد منكم فاصل الثاني يصير يحركهم شيء. بحركه وبلف على ما في مشكله خليه يلف بلف ما في ريزيستنس او فيش في فريكشن او يعني الفريكشن منخفضه تبعته. هذا واضح تماما الدرام. هي الدرام شايفين الدرام هون وهي عليه هون وهون في هون عندي السولينويد اللي بيحرك. هو مفصول من الكهرباء ما راح يشتغل كجنريتر. انا فاصل من الكهرباء بلف على الفاضي بس بلف على لو انه سينكرونس كانوا كنا قدرنا نطفي الفيلد. صحيح لو انه سينكرونس كانوا كان يعطيني اطفي تيار الفيلد. هاي هدول شايفين كيف حطينا تيلين منهم البريكس بيشتغلوا على نفس الشاط. هاي الزنبرك شايفين الزنبرك كيف بدي اشد الزنبرك كمان شايفين الصابونه. هاي ليش في صابونتين مش صابونه واحده؟ واحدة لوك وشغل واحدة لوكينج تمام. كيف تعرف انه في لوك؟ ايام سكريبت اه طيب هدول السبرينجز هم اللي بحددوا التورك فانا بعمل ادجستمنت للتورك. هاي كمان الديسك هذا واضح شايفين الديسك ما اوضحه هون مبين تماما الديسك. هاي الكاليبر تعرفها هاي بتنهري وهاي بتنهري. وهون في عندي هيدروليك ثرستر. هيدروليك ثرستر بتعمله ليفتنج وهذيك وسبرينج بعمل له ابلكيشن. هاي فكره حلوه فيها لانه فيها فلاي ويل. شايفين هاي الفلاي ويل؟ هاي الفلاي ويل مضافه احنا بنضيف انرجي. احنا ضفنا انرجي على السيستم. طبعا هاي الفلاي ويل حتى تتركب ما بقدر اعملها دائره. اذا عملتها دائره بقدرش اركبها على السيستم لانه بدي افكه. فصمموها نص قطعه ونص قطعه ثانيه وركبوها فلاي ويل. هاي البريك هاي الزنبرك عفوا هاي الزنبرك فيهم هذا الزنبرك هذا التورك سبرينج وهي الادجستمنت تبعته وهي اللوكينج. الكل فاهم شو يعني لوكينج؟ بديش اياه يلف بعدين اذا صار في فايبريشن. فبرخي هاي بحيث انه يسمح لي اني الفها. هاي بتعملها انلوكينج بعدين بشده زي ما بدي قد ما بدي اشده. بعدين بس اخلص ايش برد بعمل؟ بشد بشد هاي مكانها بتضل ثابت مكانه. هاي بتغير التورك الفورس والفورس رح يغير التورك. هاي مكان اللي بصير فيه احتكاك احتكاك بينهم. هاي الدرام ملاحظين الدرام كيف شايني هون. هاي هذا كمان ديسك الكترومغناطيك ديسك بريك. بصراحة الصور هاي برايسس. اي واحدة؟ الصور كلها اذا كنا لفينا صح صح. هذا ضخم جدا. هذا ارتفاعه حوالي 3 متر. هاي عليه تشين. هاي هذولي ممكن اركب اكثر من واحد. مرات بجيبش الفورس اللي بدي اياها بجيب هذول ديسك عندي. هاي ديسك وهذول جايين. هاي هيدروليك هوزز. انتم ماخذين مادة هيدروليكس او رح تاخذوا مادة هيدروليكس. بكون في اكيوميليتر والاكيوميليتر بيعطيني بريشر والبريشر بيجي عن طريق الزيت وبعدين الزيت بدخل على كل واحد من هذول بحيث انه يعطيني يعمل زي مانيفولد. مانيفولد تمام. هاي كمان واحد هذا اظن هذا الكترومغناطيك. هذا هي الضخم جدا هون. طلع هذا شيء ثاني. هذا تشين. عمرك شفتوا تشين؟ تشين سبروكت. تشين وسبروكت بس هذه تريبلكس. ليش نعمل تريبلكس ما نحطش؟ يكون اللود كثير كبير. اللود كبير وكمان بيعطيني سيفتي. لو صار شيء مثلا فصل واحد منهم بحسن السيفتي. هي هون الدرام. هي الدرام موجود هون. وهي الكاليبر الشو اللي بركب عليه. ترى بتعمل درايفنج ولا بريكنج؟ نعم. هاي السلاسل بتعمل درايفنج ولا بريكنج؟ درايفنج. شو هاي السلاسل؟ لا السلاسل انا بس ذكرتها لانها موجوده. البريك هون بس هي الجنزير اللي بيعمل درايفنج كل الحركه من مكان لمكان. وهي المسننات اللي بركب عليها الشيما. في كمان بريك اسمه راتشت. الراتشت لاحظوا الراتشت بيقدر يلف باتجاه بلفش بعكس الاتجاه. وهذا موجود على فكره اللي بيسووه سياره اوتوماتيك لما انت بتحط على البارك تعرفوا شو البريك اللي بيمسك السياره واحد زيها. لانه لو اللي غلطت لا سمح الله مثلا انا صارت معي مره السياره لسه ماشيه وانا مستعجل يعني ماشي على سرعه منخفضه رحت حركت هذا وحطيته في البارك شو سمعت؟ سمعت السياره مشيت شوي وصار في تك 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 اكون ماشي على هاي فهذا بول بريك. هلا شو هذا البريك؟ هذا فكرته هذا بقدرش اعمل بريكنج غير في اتجاه. مرات انا بديش اعمل بريكنج غير في اتجاه واحد هو اتجاه نزول بالحاله هذه. فاذا بديش اعمل بريكنج غير باتجاه هذا رح يشتغل هذا رح يقاوم لفه هذا بهذا الاتجاه بيقدرش يلف بهذا الاتجاه بس بيقدر بسهوله يلف بعكس الاتجاه مزبوط. لانه لو حاول يلف بعكس الاتجاه شو رح يصير؟ رح تمر هاي عنه رح يطلع من هون. بس لو بهذا الاتجاه شو رح يصير؟ رح يصير في فورس هائله ما بين هاي القطعه وهاي القطعه.
هذول اسمها بول اند راتشت. هذا اسمه البول، بس بول مش اسم الولد، بي اي دبليو مش بي اي يو. وهذه راتشت. هلا هذا السيستم ممكن اعمل فيه بريكنج بالشكل التالي. لما ما بدي اعمل بريكنج برفع هاي، حتى ارفع هاي شو بدي اعمل؟ بدي انزل هاي ليفر، يوقف هذا مكان. لما بدنا نعمل بريكنج نطفي السولونويد اللي هون، فالسمبرك بيرجع هاي هون، بتنزل هذه القطعه هون. هذه بتعمل بريكنج على الراتشت اللي موجوده هون، والراتشت بتكون مشبوكه مع الشافت بكلتش. الكلتش بتعرف شو الكلتش؟ كلتش اللي هي بليتس، فريكشن بليتس مضغوطين على بعض بزمبرك، فمعناها راح يلفوا بس راح يكون في فريكشن هائل بينهم. الكلتش هو نفس الكلتش السياره فبعمل هذا اسمه بول بريك. طيب خلينا نشوف الادجستمنت برينسيبلز، افرجيكم بس بعض الصور كيف بنعملهم ادجستمنت. ما يعني ما مطلوب منكم، هذا ما مطلوب. انا كان في مشروع ضخم في بريطانيا بشتغل عليه، كان عندهم مشكله بعض الاسكليترز ما عمالهم بيعملوهم ادجستمنت بشكل صحيح، ففجاه يطفي واحد السيستم عليه ناس كثير، فالبريكس مش معمول لها ادجستمنت بشكل صحيح، فيمشي الاسكليتر يضل نازل نازل نازل، فاحتاجوا انهم يعملوا ادجستمنت صحيحه، يرجعوا يعملوا ادجستمنت صحيحه لكل البريكس. فهاي كانت البرزنتيشن عشان يشوفوا الفنيين كيف يعملوا الادجستمنت الصحيحه. هاي اذا بتطلع هلا هون في معنا شيء اسمه فيلر جيج. الفيلر جيج هي قطع بتكون مش بعرف اذا مبينه هون، مش مبينه معكم هون. بدنا نضبط الادجستمنت المسافه. وين الديسك راح؟ هي بالنص، هي بالنص، هي الديسك هون وهي الباد. لما احنا نعمل ليفتنج بدنا المسافه هاي ما تكون كبيره كثير ولا تكون تضرب فيه. لما يلف لازم يلف، وهذا فريم لما يمسك فيه لازم ينزل عليه. كيف بدنا نعمل ادجستمنت لهي المسافه؟ في شيء اسمه فيلر جيج. الفيلر جيج بيكون قطع، ما شفتوه في المشاغل؟ فيلر جيج بيكون قطع لها ثيكنس معينه، بتكون مثلا 10 مايكرومتر، مثلا 100 مايكرومتر، 200 مايكرومتر. هذول بنحطوا هون وبقدر احس انه المسافه هاي صحيحه ولا مش صحيحه. زي شرايح الخشب السيارات، زي شرايح الخشب الصغيره. ايوه تمام، بس معدن، تكون معدنيه وفيري ثين، فيري ثين، ولها قياسات مختلفه. سيارة تريل اند روفر بتستخدم تبع الميكانيكي. الطريقة الصحيحة بالسيارة لما كانوا يعيروه المفروض يجيب فيلر جيج ويصير يتعين لما يعاير البلاتين. هلا بطل في اسمه بلاتين، لسه بسموهم بلاتينات. بسموه بلاتين؟ هلا مثلا هون شايفين هاي الجاب كبير، فلما بحط هون بتحط بتلاقي انه جاب كبير هاي للادجستمنت. هذه هون عشان اعمل ادجستنج للتورك، لان في زمبرك بالداخل، والزمبرك اذا بدي ازيد التورك ايش بعمل؟ بشده. نفس الشيء في عندنا لوكينج نوت، هي نفس المبدا لوكينج. وهاي شايفين هذا الشارت كيف يعني شطفه من الجنب؟ بدي اجيب سبانر، سبانر بنحطه هون بنشد. طبعا بدنا نفك اللوكينج نوت بالاول وبعدين بنعمل ادجستمنت، بس نخلص نرجع اللوكينج نوت. هاي هون مثلا هم حتى يعمل عشان لما يلف هذا ما تلفش اللوكينج نوت، بثبتها مكانها هون، بعدين ايش بصير يعمل؟ بصير يشد فيها ما بحتاج يشد، بعدين بس يخلص شو بيعمل باللوك نوت؟ بثبتها مكانها. ما بعرفش يمكن هذا موضوع غريب، اطفي